الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم ما يمكن أن يدفع به البلاء هو الدعاء. روى الإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا بركة الدعاء: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء، ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. ويرحم الله من قال في هذا المعنى شعرا يبين أهمية الدعوات وأن السماوات تفتح لها. قال رحمه الله واصفا هذه الدعوات: تسير وراء الليل والليل ضارب بأرواقه فيه سمير وهاجع، إذا وفدت لم يردد الله وفدها على أهلها والله راء وسامع. تفتح أبواب السماوات دونها إذا قرع الأبواب منهن قارع، وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. ويرحم الله بعض العلماء له كلمة بديعة يقول فيها: عجبت لأربعة كيف يغفلون عن أربعة، عجبت لأربعة كيف يغفلون عن أربعة، عجبت لمن أصابه ضر كيف يغفل عن قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله تعالى يقول: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن أصابه حزن وغم كيف يغفل عن قول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله تعالى يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن يمكر به الناس كيف يغفل عن قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والله تعالى يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن كان خائفا كيف يغفل عن قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. والله تعالى يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فاللهم إنا نسألك وقد أريتنا بهذا الوباء قدرتك أن ترينا عفوك ولطفك. اللهم إنك قد أريتنا بهذا الوباء وبهذا الداء قدرتك فأرنا عفوك ولطفك. اللهم استرنا بسترك الجميل وأظللنا بظلك الظليل. اللهم اغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم اجعل هذا البلاء والداء خاتمة الكروب وقافية الخطوب. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.